استطاعت هذه الشابة العشرينية أن تلج سوق الشغل في مجال التصميم الهندسي مباشرة بعد تخرجها من التكوين المهني واستفادتها من دعم من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يشمل معدات متخصصة للعمل ودعما ماليا. بعد ما حصلت على الدبلوم ديالي من مركز التكوين المهني في 2013 في ديسان ديال باتيمون، حصلت أنا ومجموعة ديال الزملاء ديالي على مساعدة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هاد المساعدة كان عبارة على ماتريال بحال تخاسور بيسي بورتابل كلوجيسيال في نفس التخصص ديالي، ومن ثم كانت الانطلاق. أعجب اليوم تشق طريقها لكسب زبناء في مجال الهندسة المعمارية. يندرج عملها في تحويل المخطوطات الهندسية إلى رسومات ثلاثية الأبعاد اعتمادا على برامج إلكترونية متخصصة. تحديد العمل ديالي كيطلب مني أنني نقلب على الزبناء. هاد الزبناء اللي هما غالبا ديز أرشيتكت اللي كيطلبوا منا أننا نحولوا ديبلوم ديالهم 2D 3D باش الكليون كيلقى واحد العمل بلورياليست، ويمكن له أنه يشوفه ويمكن يغير فيه ويمكن حتى يلقى دي ديفو ويصلحهم قبل ما يخرج المشروع للواقع. عمي تنساليو لي بلون تيجيو بعد الكليان تيبغيو 3D، هذيك 3D تندوزوها لأخت هاجر تنفسروا لها شنو دير وتخدم على هذاك الخدمة ديالنا وباش ندعموا الشباب ديالنا يزيدوا القدام. التكوين لبنة أساسية للتشغيل، والإصرار والمهنية كفيلتان للاستمرار، وهاجر تخطو أولى خطواتها على هذا المسار المهني بعد مواكبة مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمشروعها الذاتي.